مشاهدي الاو تي في مساء الخير، حلقه جديده من برنامجنا السياسي اليومي. رح نبقى سوا، ضيفنا في هذه الحلقه النائب السابق امير رحمه. استاذ امير مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء الخير. بكره 4 تشرين الاول 2020، شهرين على انفجار المرفأ. حاسين العكس، حاسين كانه من شي دهرين صار هذا الانفجار، لانه ما في شيء تغير. ما في شيء تغير بشو؟ بالحياه السياسيه ما عملنا شيء، كل شيء وعدنا فيه بعد الانفجار ما تحقق. آه يا جاد، أنا برأيي المسار القضائي مسار سريع مش بطيء، بس الحكي مرات بنحكي حكي غير مش مبني على كيف بينعمل. بتولوز أخذت 3-4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، لأنه نحن زيت القانون الفرنسي. القاضي عم يشتغل بشكل يومي، والمهم أنه يشتغل، وعم يشتغل بشكل جدي. اثنين، الحكي حول قصة المرفأ، الحكي غلط. مثلا ظالمين، قلت لك اياها هذيك المرة، ظالمين الرئيس حسان دياب انه ما نزل. رؤساء الحكومة من 2019 نزلوا وتصوروا وتمشوا مثل ما بتعرف وكذا، بعدهم بيحكوا انه ليش ما نزل حسان دياب، وحسان دياب قالوا له انه ما في شيء وهودي للتوزيع الزراعي ومدري شنو. ايه الحكي قد ما بدك فيه بلبنان. عم تحكي قبل الانفجار، يعني انه رؤساء الحكومات السابقين نزلوا بالمرفأ وما عملوا شيء. انه لا، وانا لو كنت رئيس حكومه كنت نزلت وما عملت شيء. ما بتعرف، هيدي قصه امنيه، بده حدا يبلغ، بده حدا يعمل، بده هيدي قصه كان لازم تتوزع على المزارعين. وهلا برافو على الرئيس سوان، راح على المطرح المزبوط بالقضيه الجزائيه يلي هو. ليش لك ليش؟ لانه بالموضوع تنبلش، اذا ما نحكي بموضوع انفجار المرفأ، ذكرى الشهرين بالموضوع القضائي، الناس اكيد تسمعون حضرتك عم بيقولوا انه ما صار شيء. هلا يمكن لان مش متابعين اليوميات التحقيق والى اخره، لانه علقان بذهنهم استاذ امين انه الحكومه باول جلسه عملتها بعد الانفجار قالت خلال 5 ايام رح نعلن شيء. هلا صار استقالت الحكومه والى اخره، وصرنا بالمجلس العدلي. حتى لو ما استقالت، يا هذا التحقيقات الاوليه لوضع اليد على، وبعدها لهلا هلا في رأي جديد للاف بي اي كمان بده ياخذ فيه القاضي اللبناني. في شغل على كل المستويات جدي. انا كمحامي موضوع انه مفتعل، انا ما بعرف هذا حكي، انا ما بقرا تواصل لانه عم ضيع وضعنا كلنا. امبارح تلفنت على القصر الجمهوري وطلع الزلمه فخامه الرئيس بالقصر، وكل التواصل بالمعونات بجبال، يعني ما بقى احمل تواصل، لان يعني عن جد هيئتنا شعب ما بنستاهل التواصل الاجتماعي، وحرام ما نستاهله لانه حلو. أنا بالأول ما كنتش أعرف فيه، بس حلو إنه نعرف بعضنا بسرعة شو عم بيصير وكذا. بس الفيك كله فيك، 3/4 فيك، 90% منه فيك، عم نسيء استعماله. هلا اليوم سائبة كمان إنه من بعد ما أعلنت إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بكورونا، الحملة المقابلة، حملة جو بايدن، أعلنت وقف كل الدعاية الانتخابية السلبية تجاه خصمهم، يعني لأنه العالم نحن بتزيد الأزمات. أوه بتزيد على الأخير، بيتمنوا الموت للخصم. لا هو أكيد بتزيد وبيتمنوا الموت، والبدك إياه عم بكتشف إشياء بلبنان. على أيام الورقة والحمام الزاجل كنا أحلى بكتير يا زلمة، بضيعنا ببيوتنا، كنا حلوين كتير. مدري شو صاير بالبلد، شيء مش معقول اللي صاير فيه. هلا هذا ما بدي فوت فيه تحقيق. اللي عم بقلك إياه بالتحقيق، أنا رأيي وخاصة أنه لبنان اتسم بقضاء السلحفات وليس بقضاء الأرنب، وهذا رأيي إلي بالآيل بال86 الزوق. كنا بحزب التضامن وعملنا مهرجان يوم العدل، وقلت أنه قضاءنا ليش بده يضل هالقد بطيء، في بطء، أنا أعترف أنه في بطء حتى تاريخي، ولكن السرعة بحاجة لأشياء تانية، بحاجة أنه نفوت، أنه نعطي السلطة القضائية أكثر قضاة، بدها شغل كتير. بس اللي عم يعمله الرئيس سوان واللي عم تعمله السلطة المختصة هي السلطة القضائية منيح منيح منيح، مش انه منيح وعادي، لا منيح، هيك بينعمل. يعني اعتبر رجعنا على زمن العز القضائي في لبنان، والقاضي بمعنى انه عم يستمعوا، والقاضي العدلي هلا منير حنين يلي هو احد اهم القضاة العدليين قبل ما يعمل رئيس مجلس قضاء، على عمل محقق عدلي. فادي سوان عم يعمل مثل منير حنين مش اقل، يعني عم تقارن بمرحله قبل يعني. ايه لا منير حنين، يعني نحن مرق عنا قضاة، نعم، دلوز فرنسا كانت تستشهد فيهم، وهلا عنا قضاة بيناتهم، بس الجو العام اللبناني ضرب كل السلطات.
السلطة الإجرائية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، والرابعة ليش الرابعة مش مضروبة عنا، والخامسة يعني إذا انتقلنا من السلطة الرابعة الإعلامية للسلطة الاجتماعية مضروبة، للسلطة التواصلية سوبر مضروبة، وين ما كان نحن مضروبين؟ يعني وين ما كان في فساد مستشري؟ وين ما كان؟ كيف ما برامج؟ بتلاقي العنوان الأساسي أنه الفساد أكثر من الطهر. وين ما كان؟ وين ما رح؟ بالآخر أستاذ أميل كمان ما فينا نلوم الناس اللي عم تتفضل فيه. ما عم بحكي عن الناس، عم بحكي عن السلطات. بمعنى لمن بيكونوا متشائمين بالموضوع. لأنه بالآخر أوكي هلأ أني القاضي صوين عم يستمع وعم يكون الملف وعم يعمل آخر شيء رح يطلع قرار اتهامي. نعم. بس الكل بيعرف بالآخر بالدستور وبال يعني في مواد دستورية بالآخر تحول دون محاسبة كبار المسؤولين. عن أي كبار مسؤولين؟ أول شيء ليك الوزراء ورؤساء الحكومات. خد مني هيدي ليك، نحن مشكلتنا لا مزبوط أو لا اللي عم نحكي، بس خليني لا أعطيك. أول شيء إذا لبنان ما بينتقل للريسبونسابيليتي أوبجكتيف، مش ما بيضل بالريسبونسابيليتي سوبجكتيف، نحن ما رح نكون دولة متقدمة. شو يعني؟ شو يعني المسؤولية الموضوعية وشو يعني المسؤولية الخاصة؟ المسؤولية الموضوعية يعني قصتنا إذا صارت بدولة راقية برا عندها القدرة بتفل، لأنه المسؤولية عندها أوبجكتيف. يعني وقت اللي تران بيطلع عن خط بفرنسا وبيقوم وزير النقل بيستقيل، هون بيقول لك شو أنا اللي عم سوق؟ ليش بدي استقيل؟ لا هداك بيستقيل لأنه يقع تحت المسؤولية الموضوعية. يعني بمعنى مسؤولية معنوية المسؤولية. يعني انه والمسؤولية هيدي هيدي سوكيه اوبجكتيف بعد ما صار بلبنان، لانه قصة المرفأ بتاخد على استقالات عامة، بس كمان بذات الوقت برا اذا صار في استقالة للحكومة بتخلق حكومة بعد يومين، يعني ما بتتعطل الدولة. هلا اذا صار في استقالة عامة شاملة للمسؤولين بلبنان بيطير لبنان، يعني بتصير تقول هيهات على المرفأ، بيصير لبنان كله منفجر. عنا مشاكل وبعدنا نحن بيطور عنا مشاكل. صح، بس بالآخر ما بدنا نطول بقى كتير على الموضوع لننتقل للسياسة أكتر. بس بالآخر يعني على افتراض أنه في أحد وزراء الأشغال، ما بدي سمي حدا، يعني أحد وزراء الأشغال عم نحكي بالمطلق، أنه تبين بالقرار بالتحقيقات القاضي صوين أنه هو مسؤول، أنه كان عارف أو كان مركب شي مؤامرة أو شي خبرية، ما فيك تحاسبه. ليه؟ لأنه بده مجلس نواب يتهمه بأكترية معينة وإلى آخره، ولا يحاكم إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة رؤساء والوزراء، إلا إذا لأنه على اعتبار أنه سابق يعني. إيه هو ما أوكي. هو وزير سابق. والحالة وإذا كان حالة؟ الحالة بدك هلا بدك تأخذ إذن. أنا مع إعطاء بالنسبة للنواب، أنا مع رفع الحصانة. نعم. بالنسبة للوزراء، بالنسبة للوزراء بعدنا بعدنا تحت قانون الصعب كتير انك تحاسب وزير او رئيس، صعب جدا الحال. بدك تلتين وبدك اذا هذا عم يتغير، وان شاء الله بده يتغير ولازم يتغير. هلأ كتير مهم عند هالشخصيات هن يقولوا نحن مستعدين نخضع، وانا برأيي اي شخصية تتلقط بالقانون لعدم الذهاب الى القضاء هي بداية بينة، لا بديش أقول بينة، بدي أقول بداية بينة سلبية وسوداء. أي حدا منا نحن، أنا نايب سابق بس يدعيني القضاء وادعي بشي وانزل لعند الرئيس بري ليضبضبني، يعني أنا بني شي. مثل الفرار، مرات أبريا بيكونوا فارين بس يعتبر بالظن أنه فرارك خلاني ظن فيك، يعني عم تخبي شي، يعني عم تخبي. هلا يمكن هو بري بيجي على المحكمة بينحكم براءة لأنه ما في شيء بس خاف. إيه ما في خاف، مش لازم تخاف من القاضي. مين بيخاف من القاضي؟ أنا بفهم واحد يخاف يروح على الضابطة العدلية بالأساس ببعض الدول أنه الضابطة قاسية، بس يخاف من قاضي قاعد أمام قاضي، قاضي لابس كرافاته مرتب، عنده إنسانية، عنده عدالة، عنده، لا ما لازم يخاف. مجرد أنه خاف أمام القاضي يعني في شيء، أكيد يعني في شيء، يعني 90% في شيء. لذلك أنا أتمنى على السياسيين اللي هني زملاء كلهم وما بشك بحدا، لأنه أنا التشهير بعتبره أسوأ، التشهير أسوأ جرم صار والافتراء.
امبارح ندى البستاني اللي هي اطهر الطاهرات، مش ضروري مش ضروري يصير كل هال 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 هالمعموعه ركضت على كل هال هال كرمال اولادها وكرمال الريبيوتيشن تبعها واخلاقياتها بهموا الريبيوتيشن تبعها وبيتها من المصرف السويسري ومن لا بدنا نوصل لهون من وراء يعني مش مضطره تعمل هالقد هي بس لانه الاتهام كان مجحف لدرجه انه بده رده فعل قويه هي مش مضطره بس كرامتها عاليه اصلا هي بتنطق بوجهها هي من اول من اساسها طاهره ومرتبه وما بيمرق عليها المال وما قعدت تقعد ولا بيقبل ولا بتقبل ما مبينه معقول الناس اللي ضدها واللي معها ما بيشوفوها انا في كتير ضدي شايفهم اطهر مني شوفهم اطهر مني بس بختلف انا وياهم بالسياسه في كتار ما بيجوز هيك لان لبنان ما بيجوز يوصل لهذا الدرك من التشهير وشو مش معقول له عن جد يعني ظلم بالاساس وظلم بال 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 بالتشهير والقدح والذم وال بدها شويه طوله بال وعدم مساعده من المسؤولين انا شو مشكلتي اذا توقفت جمعه كرمال هالناس اللي عم تتعذب واطلع بعدين براءة في احلى منها في مثل بيقول نيال المتهوم عند ربه بره هو موضوع المرفأ استاذ ايميل الاهم مش انه يتوقف ويطلع براءة الاهم يتوقف ويتحاكم ايه اكيد من هلا الناس بدهم حدا يتحاكم ايه حدا او اكثر من حدا ايه ايه برايك مقوله انه العداله المتاخره افضل من العداله لا العداله المتاخره هي لا عداله يعني ما الرئيس عون قال انه يجب ان يكون القضاء سريع وليس متسرع ايه ولكن رايه للرئيس عون بس مش متاخره وإذا عم بيقول أنا متأخر الرئيس عون بيكون مغلط لو مش لا هو ما قال هو كان ببداية الأمر عم بيقول أنه ستتحقق العدالة ولا يجب من وقت ما استلم الرئيس سوين مش متأخر أنا متأكد أنه مش متأخر وإذا بيكمل بهالوتيرة بدي حييه بدي وجه له تحية شو في يعمل غير هيك هلأ في كمائن وكواع سياسية بالموضوع عم بقول لهم وهو زملاء ونحن من التركيبة ذاتها عم بقول لهم ما بيجوز واللي أعلن رفع الحصان قال أنا ما بدي وأنا نازل وأنا لأني نايب وزير سابق ونايب ونازل الوزير غازي زعيتر لازم الكل يعملوا هاي ينزل والقاضي ما يتلكأ لأنه هذا سياسي ما يشوفه إلا مواطن لأنه أول ما فادي صوان الرئيس يشوف السياسي سياسي ببطل القاضي بده يشوفه مواطن مثل اللي بيلحن لانه صار المرفأ كله تلحيم مثل هذا الشاب اللي بيلحن الوزير واللي بيلحن امام القاضي مواطن لازم يكونوا متساويين مواطن بالسياسه كمان يعني صار هالانفجار يمكن من أسوأ ما حصل بتاريخ لبنان الحديث ولكن كمان ردة الفعل الدولية فتحت باب الأمل نوعا ما للخروج من الأزمة إجا الرئيس ماكرون أول مرة تاني مرة وقال بدي إجي ثالث مرة يعني بنعرف كل هذه التفاصيل آخر شيء بكل بساطة اختفت المبادرة الفرنسية أقله مرحليا وهيك وكأن شيئا لم يكن فجأة رجع يطلع الدولار كأنه كل هالطبقة السياسية أو بمعظمها مش فارق معه وآخر همه صح او لا رؤساء حكومات سابقين من مال ثنائي شيعي من تاني مال اللي عم بيسمي حاله ثنائي وطني بس بالنهايه طارت الحكومه وصارت المبادره الفرنسيه اللي هي الامل الاخير المتبقى بخطر اول شيء الكل بيقدروا يسموا حالهم وطني وليش بدي اقول عن هذا ليش انا لا وطني لا انا مش عم انتقدهم عم بقى بس ليش انا وطني وهن مش وطني بس لحتى عم بيقولوا وانا مع هذا القول انه انا وطني ما تفكروني عم بشتغل شيعيا فقط ووقت اللي كان التيار سمى حاله وطني حر لأنه ما اشتغل مسيحيا فقط ولو بده يشتغل كان الرئيس عون مسيحيا فقط أنا قايلها كان هلأ قاعد بجبل لبنان وواصل لل 85% كان انتقل من تسونامي 70 لتسونامي 85 وقال أبديش لا انزل عمر مخايل ولا بدي انزل على ضريح الرئيس الحريري انا بس يعني عم اقول لك هن التسميه الرسميه تبع الثنائي الوطني انا مش عم جاوبك انا عم بوضح جد انا مبسوط باللي بتقولون انت بس ما تخاف مني انا بلقط وبمشي لقطه هيدي عجبتني اعطيتني باس حلو وانا لعيب باسكت بول بس اخذ باس منك أنا. بس اخذ باس بدي احط بانيه ما فيي بدي احط بانيه نعم لذلك نحن والنادي الجديد الحكومات السابقه يعملوا نادي حقيقة صورة سنية وبيقدروا يسموا حالهم وطنيين إذا طرحوا شيء وطني إذا ما طرحوا شيء وطني حتى لو سموا حالهم وطني بلهم أنتم مش وطنيين الكل الشيعي والمسيحي والسني والدرزي الوطني وطني بيطلع
هلا اذا ما بدنا نسمع شو عم بيقول فلان بس بدنا نشوفه هذا ضدنا فاذا عم يحكي غلط بنكون مش عم نتعاطى سياسه وبيكونش في وعي سياسي. اللي عم بيصير هلا وانا برايي بموضوع المبادره الفرنسيه نعم. انا برايي من الاساس وكل اللي حوالي رفقاتي قلت لهم انه الرئيس ماكرون وقع بشغله بقلب لبنان وقع بال اذا بدك بالسياق اللبناني يعني وقع بالسياق اللبناني واللي عطله للرئيس ماكرون اكثر هن طريقه تشكيل حكومه مصطفى اديب من قبل الحاطط ايده على الرئيس اديب يلي هو شخصيه مهذبه مسقفه مرتبه كذا بس الوضع انا قايله عندك انه ما حدا بيرتب الامور الا الحكومه السياسيه الباقي كله حكي انا ارفض كلمه يعني حكومه يعني اصلا المشكله بموضوع تعطيل المبادره الفرنسيه بلشت من عند رؤساء الحكومات السابقين لان بين انه هم بدهم يستاثروا بكل شيء مزبوط بهالمعنى مزبوط مع انه ادائهم كان ناعم ومرتب أوكي. بس النتيجه الاند برودكت انه في استئثار بس مش هي رأي ماكرون رئيس ماكرون هو حمل حزب الله وأمل مسؤولية أكبر هون غلط لأنه عم بيساير حدا دوليا وعادوا تفاهموا أنا بعرف أنه تفاهموا عادوا تفاهموا عبر السفير وعمار عادوا تفاهموا قصدك حزب الله والفرنسيين ما هي هاي الأساس لا فكرت تفهم الفرنسيين ولا عاد تفهم حزب التضامن والفرنسيين نرتب الوضع اللبناني انا عم بروح على على برات الحدود الفرنسيين والامريكان قصدي في تفاهم وفي فهم ما بعد الخطاب في فهم وفي قبول وبرضه كل العالم قالت رح يقولوا ما بقى بدنا المبادره طلع عن حزب الله سيد نصر الله ما قال هيك وهم مكملين بدهم المبادره بس بذات الوقت في امور تتعلق بالمباشر وضحوها طيب بس انا كان سؤالي قبل عم نحكي نحن عن الطرفين المعنيين بهذا النزاع اللي صار انه اخر شيء اوكي بنعرف هالجهه عندها اعتباراتها والجهه الثانيه عندها الاعتبارات المقابله ولكن بالنهايه شو كانت النتيجه تعريض المبادره للخطر الا اذا الطرفين معتبرين انه لا ما في خطر يعني وفينا انا بدك رايي اكثر شو رايك الراي اول شيء التوقيت في السياسه هو كثير مهم اوكي مهم جدا يعني أنا إذا بسلم عليك بفترة مرتاحة غير إذا بسلم عليك بفترة مأزومة إن العقوبات الأمريكية أثناء التشكيل عطلت 90% من الذهاب إلى حكومة يرأسها مصطفى أديب يعني تصور الأمريكان مستعجلين على العقوبات وبعد جمعة في حكومة وهيدي انا برايي مدري شو عم بيقولوا له انا ما بعرف هالقد دوليا لانه انا انجا قاعد يعني بالتركيبه اللبنانيه انجا اعرف لي شوي بس دوليا انا برايي هذا باس سيء امريكي للفرنسا انه ما بيقدر يقول له لماكرون الامريكاني او ما بيقدر الامريكاني ما بيقدر يقول له الامريكاني لماكرون ما تفوت بالاساس لا 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 ايه بيقدر ليش قال له فوت بس بالمساحه لانه هون في اكثريه نيابيه ما بيقدر يطلع منها ماكرون رئيس دوله يا اخي هو هيك قال لهم للمجتمع المدني قال لهم انا شو انا في انتخابات طلعت هيدي بدي احكي معها بزيارته الاخيره لا ما بيقدر اي رئيس لا ما بيقدر. بس عم بحكي انه يعني عم تتفضل وتقول انه العقوبات هي كانت مؤشر سلبي من الامريكيين للفرنسيين تجاه المبادره العقوبات بس انا عم اقول انه قبل بس يعني خليني هي هيك بين الدول خليني القصه انه فوت ونحن بنفرق شكل لا خليني ايه بصير المصلحه كبيره المصالح بالدول وخصوصي الامريكان ما عندهم شيء بيقول لك الامريكاني ما بيحكيك شيء ثاني وات از ذا اند برودكت عند الامريكان ما في ما قبل الاند برودكت الاند برودكت جيب لهم اياه كيف ما بدك بس جيب اند برودكت لمصلحتهم نتيجه نهائيه بس خلينا نتفق نعم. تشكيل الحكومة بلبنان في هذه المساحة الزمنية ما إلها ثلاث أبعاد داخليا وإقليميا ودوليا صار آخر طفل بلبنان كل بيعرف. الناس بتعرف البعد الدولي وقت اللي وصلنا على تفاهمات البعد الدولي دق مسمار أو حط أمام العجلة حط حاجز
نحن بدون دف بنرقص، مناطرين بعضنا. والنكد في لبنان صار اساسي، يعني صار اساسي، مثل نكد مثلا حريم السلطان بيكرهوا بعضهم، حريم السلطان مش هيك؟ ونحن نكد هالقد، الله بعث لهم يمكن العقوبات، علقوا هون. بس في شيء دولة عم يلعب، وفي شيء هلا بالذهاب الى رسم الحدود انحلت، صار فينا يمكن نعمل حكومة بسرعة. انا متأكد قبل اربع بس يمكن. ليش؟ تخيل انه في شيء انحل امريكيا. بس ما كانوا عارفين قبل انه رح ينحل؟ شو هو الحل هذا اللي هلا اعلن عنه من يومين؟ ما كان معروف سياقه قبل؟ يعني هي بيخلق هيك الحل فجاه وثاني يوم نرجع نشكل حكومه؟ لا لازم يكون في مسار وصل له، لازم يكون معروف، بس لازم يصير شيء يكون ضاغط لمصلحه فريق اكثر من مصلحه فريق ثاني. لانه ما بتعرف شو عم بيصير، في انتخابات امريكيه، انت عارف انه قاعده بحضن كل الحركه اللبنانيه هلا الانتخابات الامريكيه. بس استاذ امين في شيء مش مقنع يعني صراحه، تقلك شو هو؟ يعني مثلا انه اذا نطرنا الانتخابات الامريكيه، اول شيء اذا رجع ربح ترامب ما راح يتغير شيء، واذا ربح بايدن ما ترامب باقي رئيس لاخر كانون الثاني، لعشرين كانون الثاني. يعني كيف يعني بنقعد نوقتها قبل 3 وبعد 3 تشرين الثاني؟ ما نحن بلبنان عندنا كمان شويه امور غريبه هلا بتاثر الانتخابات الامريكيه، بس مش رابطينها بالتاريخ. بس انا اكثر واحد مثلك هلا، مثل ما قلت انا اكثر واحد ما بعتبر الفاكتور الخارجي هو قاعد هون على طاوله اللبناني يمينا وشمالا، نحن هيك بنعتبر بقعداتنا. بس هلا لانه في صراع كبير على لبنان، خي ما فيش حرب عقوبات، ما هلا روح على امريكا ما فيش غير سانكشن. بس قصدي العقوبات بتوقف باربعه اذا ربح بايدن؟ لا 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 السؤال. ليش بدها توقف باربعه؟ بس في شغل مع ايران، في حكي مع ايران، ايران رافضه، صارت رافضه 3 دعوات للحكي قبل الانتخابات. مش مربوطه عنا؟ مبلا، انا عم بقول لك مبلا، لانه في صراع اقليمي ايران اساسي فيه. ايران اقوى دوله هلا، وفايته تركيا والسعوديه من الدول الاقوياء في العالم العربي، وكل واحد عنده مصلحه على الساحه اللبنانيه. ما هلا انت اذا انت تحولت لملعب، ما اللاعب الآتي من الخارج ايه عم يلعب على ارضك، ما هذا الملعب، نحن تحولنا عم يلعب عبر اللاعبين المحليين يعني، واكثر صار او مباشر، صار مباشر، ولو ما اجى ماكرون لهون يا اخي، وبيجي شنكر لهون وبيقول اللي بده اياه. اكثر مره بتاريخ لبنان يقول صريحين، يقول الدبلوماسي مثل رئيس حزب بلبنان بيحكي، اي رئيس حزب بلبنان بيحكي الدبلوماسي الاقليمي او الدوله بيحكي مثله وقده، ذات التعبير، ذات اللغه، ذات المبنى، وذات المعنى، هالقد بيحكوا، ما حدا عنده شيء يعني، خلص ومكملين. يعني مره السفيره الامريكيه شيء يضطر معالي نصيف وزير حتى من بعد القصه القضائيه مثلا، بس من وقتها لهلا ما عادت صرحت. هي بتكون بكره بتصرح، ما تخافش. لا لا بس مثل التصريحات اللي كانت عم تعمله من وقتها، بكره حدا يعني الدبلوماسية اللي مر، أنا ختيار ماري وحاسس، لأني أيام كانوا يقولوا إنه شو اسمه السفير المصري اللي كان كل شيء تم عنده، سراج غالب أو شيء غالب، سراج عم لك، لا مش سراج سوري مش مصري، لا وقت الوحدة يعني، وقت الوحدة ما بعرف، كانوا يقولوا إنه ما كان يصرح، كان في دبلوماسية مصرية فظيعة رايقة، بس يعمل اللي بده إياه مثلا وقتها، ووقتها ما كانش كتير اللي بده إياه، لأنه كان في هيك مثل ما بيقولوا الفرنسوي لو ستيل سيلوم، إنه بزمنه كان في كمان رجال ما بينعمل معهم شو ما كان، يعني قبل كانوا يستحوا شوي أكثر، خلينا نقول كانوا هوديك يستحوا يعني شوي أكثر. وبلبنان كان في حقيقة مرق بالماضي رجالات عظام بالعالم العربي، حتى يشهد لهم في العالم العربي للرجالات القديمة بكل الطوائف، يعني مثلا رشيد كرامة، كميل شمعون، الشيخ بيير، ريمون قدي، يعني شو بدي عد لك، شارل المالك، فؤاد بطرس، بكل الطوائف، كمال بايك جنبلاط، شو لعبي كمال جنبلاط فيك تحكيه كيف ما كان؟ كان شخصية مش بس محلية. طيب هلا امبارح وليد جنبلاط هيدي بين هلالين يعني بمقابلة مع وسيلة إعلامية فرنسية، يعني قال المشكلة كلها بالرئيس وصهره.
لخصها بهالجملتين. لا، بيكون وليد بايك، بيكون وليد بايك في مشكل داخلي، بيعرف الرئيس شنو، بيبقى يا يحل له اياه يا بضل وليد بايك يقوله. هاي معروف في صارت. بس وليد بايك مطلب يعني مناطق، بس وليد بايك هلا بترجع بينعمل شيء بالقصر الجمهوري، بيسبق الكل وبعض الموارنه لا يطلع على القصر الجمهوري لانه بيحترم المؤسسات وكذا. بس نحن هلا الفلتنين الموارنه مثل عادتنا يعني. هلا بدي اسالك عن الموارنه بشكل مفصل. نعم. بس بالموضوع في الان فتحت لنا موضوع الترسيم، بدنا نحكي بموضوع الترسيم، نرجع على الموضوع المرة. آه يعني انت انجبرت تفوت علي لاني جبرتني بالقوه. نعم. جبرت. نعم. كنت مقرر ما احكي فيها. نعم. استاذ اميل، يعني سمعنا كثير من بعد ما اعلن هذا الاتفاق الاطار على لسان الرئيس بري. اول شيء في شق له علاقه بموضوع صلاحيه رئيس الجمهوريه وهيدي النقطه، وفي شق ثاني له علاقه بالعدو الاسرائيلي. خلينا نبلش بالشق الثاني. في اصوات طلعت وقالت انه الثنائي الشيعي عبر الرئيس بري عم بمهد الطريق للتطبيع وللحاق بالركب بركب المطبعين وموقعي السلام والى اخره. اكيد سمعتهم وزعلانين مين هن اللي عم يحكوا؟ بعتقد مبسوطين اللي عم يحكوا، بس عم بينمروا مثل ما بدك. لانه هي كمان خطوه جريئه نوعا ما. لا لا، بعدنا بذات المسار. لا، مش قصة جريئة أو متأخرة. كيف؟ لا، بذات المسار. أنا بشوفها بذات المسار. أول شيء اللي بدي أقول لك إياه، دولة الرئيس بري، دولة الرئيس رسم الدرب لي لمية سبب وسبب، لأنه هو شخصية سياسية لبنانية قامة كبيرة، وكان عم بفاوض فاوض هوف وقال له لا الأزرق غير الأبيض، وكان كتير يعني صعب، ووصل الأمور إلى نقاط ما حدا بيقدر يطلع منها لكي نسترد حقوقنا. وهذا شيء عزيز. أنا كنت نايب وقتها، وكنا بكل جلسة بدنا نفوت الخريطة عنده موجودة ويشرح لنا وين رايحة وين جاية. وكان الدولة اللبنانية لأنه مش رايحين على معاهدة دولية معتبرينا أنه كتر خيره. وأنا متأكد أنه هلأ هيك، هو أحد يفكر أنه في شيء بين الرؤساء وكذا بيغلطوا. وأصلا بكرة ماشيين سوا على الكويت، وبيرتبوها بالطيارة ترتيب رائع بين بعضهم. في اتصال قبل الإعلان؟ في اتصال أكيد قبل الإعلان. ولا الرئيس بر لك، الرئيس بر ما شفت اللي قال أنه أنا دستوريا ما حدا بيقدر، إيه زلمي محامي وما بيتعاطى بهاي الأمور. المعاهدات عادة بين دولتين هيدي من اختصاص رئيس الجمهورية، بس هيدي اتفاق الإطار رايحة على الجيش وعلى التقنيين بالماي وبالنفط وبالغاز وبكذا، لأنها بتفتح باب للدولة المديونة ليرجع الاستثمار عليها. منروح على الـ على الـ على الـ على البلوك 9، منروح على البلوك 8 اللي هو أساسي أكتر واحد معذب، لأنه مرقة علي وبده ياخدها الإسرائيلي، ومفروض تضل بلبنان لانه هذا حق طبيعي للبنان. انطلاقا من هون اللي عمله، اللي بيقرا مؤتمر دوله الرئيس بري بال بال بالشكل والمضمون، هو من اهم المرافعات اللي انعملت للصالح الوطني اللبناني. والرئيس عون مش رح يكون متنازل عن باشرافه على التفاوض غير المباشر الجيش اللبناني تحت راية العلم الأمم المتحدة. وبدنا نعترف أنه إيه، في حرص لبناني من فريق واسع، وقبول بتحفظ أو غير تحفظ أنه بدنا الوساطة الأمريكية تكبس على الإسرائيلي، اللي عم بجرب يقدم من الحقوق اللبنانية. وهون أنا عامل تويت مؤخرا، أنا ما بنسى أحد أهم الزعماء الموارني بلبنان من وقت ما بلش بالسياسة وأنا بسمعه من أيام الجامعة، إسرائيل طمعاني بمياتنا وبنفطنا وغازنا. العميد ريمون قدي ولا مرة ولا منبر، مش تارك منبر قايلها. هلأ إذا بتجيب من مجلس النواب بتدق للأمين العام الأستاذ حبيب القلب عدنان ظاهر، بيعطيك أنه ريمون قدي قايلها شي 20 مرة بمجلس النواب. ما عم بقول حدا شيعي ولا عم بقول حدا سني. صائب باك سلام، كل الحقبة القومية العرب بلبنان من قالي أنه في طمع، وهو الطمع موجود، والدليل ليش هلأ في مشكل
ليش هلا في مشكل؟ حتى بالبلوك 9 ما في مجالين، في مجال بيقدروا يشفطوا منه الاسرائيليين وفي مجال نحن بنقدر. ها كل هالموضوع انعمل ولازم لبنان يعمله مثل ما انعمل. نحن عاملين معاهدة هدنة، نحن عاملين معاهدة هدنة سنة 49 ومضاها مضتها الحكومة. فيك تعمل بالقانون بين دولة عدوة يلي هي فلسطين المحتلة ودولة نحن بقانون العقوبات إن فلسطين المحتلة دولة عدوة، بس فيك تعمل شيء لمصلحتك بإشراف الأمم المتحدة مش بشكل مباشر. ونحن منذ تفاهمات نيسان صح مرورا بال 1701 هذا ماشي، هو اصلا في اجتماعات بنقوره دائما يعني هذا هو رسم الدرب. هلا بكل طيبه خاطر وهون في قيمه السوليداريتي دوكور بقلب الدوله يلي صارت بالمؤتمر تبع دوله الرئيس وباستلام الموضوع من قبل الرئيس ميشيل عون. فعليا هيك استاذ امين، لان المنمرين مثل ما سميتهم عم بيقولوا انه اخر شيء حزب الله عمل المفاوضات من خلال الرئيس بري، وبس وصلنا للاخر سلمها لرئيس الجمهوريه كرمال الشكليات صح؟ ليك هيدا هؤلاء المنمرين برجع بقول لك ايه لا عملها عملنا رايهم لا الرئيس بري، لا الرئيس بري هالقد موظف هو قامه وطنيه شخصيه سياسيه عم تتعاطى سياسه حزب الله مرتاح له ايه، ولا الرئيس عون في مين يسلمه هو اللي بيستلم وكمان حزب الله بيرتاح له. هذا كثير مهم انه حزب الله المقاومة اللي إله يعني بس بدنا نجيب سيرة العدو الإسرائيلي بده يروح راسنا إيجابا على اللي حرر الجنوب سنة 2000. ما فينا نضل متعامين. أنا قبل 2000 كنت متعامة، لو كنت ناسي إنه عندي الجنوب بلبنان تغيرت الأمور. إذا ما راح لبنان على عنصر القوة اللي انرسم ببلدنا وبده يحلها من غير طريق مش رح نوصل للحلول. مرجع على أوسلو، رجع على كل شيء، مش لانك هلا الفلسطينيين مش رح يضلوا هونيك، ما م- 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 مش شايفهم باقيين انا. لذلك هيدا العداء باقي مش حبا بالعداء، لانه في شعب هون يمكن انت تنبري وتقول لك يا عمي حاج نعمل رواياليست بلس كولوروا ملكيين اكثر من الملك. هودي نص الفلسطينيه امبارح اعطوني فيديو للرئيس محمود عباس حكي عن العلاقات مع اسرائيل، يعني بيطلع واحد لبناني بيقول ليش انت عامل اكثر من الفلسطيني ليش؟ لا بدي اقول لك شغله، انا بعد ما تعرفت على هاي وعملت منسق عام حق العوده ورفض التوطين صرت اعرف كنها للقصة. الموضوع مش موضوع شو بده الفلسطيني او شو ما بده، الموضوع بالعالم كله موضوع حق ولا حق. انت او بتمشي بالحق مع كل الشعوب كائنا من كانوا هاو الشعوب، تصور في مجموعة ناس ممنوع يرجعوا أرضهم، تصور أنا في قرار أنه ينعمل موفمون دو بوبيلاسيون وممنوع أرجع على دير الأحمر لأنه مدري شو نعمل وأنا ممنوع أروح على دير الأحمر وبي مدفون هونيك وخالي مدفون هونيك وعمي مدفون هونيك وأنا حابب أمره عدفنه وما عاش فيني أمره. تصور هذا الختيار الحامل المفتاح الفلسطيني ما بيقدر يروح على بيته. تصور في عائلات إذا بتروح على الإمارات بتروح على لبنان بتروح على مصر بتلاقي عائلات فلسطينية من أرقى العائلات علما وفهما ومالا، هودي ما بقى ممنوع خلاص. قرر الإسرائيلي أنه أنتوا خلاص يا خيي وبتكتروا كتير وأبنشوا. أما فلسطين فهي يهودية مسيحية إسلامية، ويجب أن تعود فلسطين والقدس إلى يهوديتها ومسيحيتها ومسلميها. الصهيونية ما بدها هيك، عرفان انه في يهود ضد هذا الرأي الصهيوني طبيعي. يهود. بس هلا بعدنا كتير بدنا نرجع على الموضوع بس حلوين اللبناني. حلوين حتى لو بعدنا حلوين بس بدنا نضل طيب. بالموضوع اللبناني لبنان اولا يعني نرجع. بعدين نرجع نحكي عن باقي الملفات. بالموضوع ترسيم الحدود يعني حكينا عن موضوع قصه التطبيع عن قصه الصلاحيات. هلا هي المرحله التاليه كيف تتوقع يتعاطوا فيها يعني المكونات كلها كيف بدها تتعاطى مع هذا الموضوع؟ تتوقع يخضع على مزايدات او كله نسلم أيه هذا امر موضوع المفاوضات اللي بدها تصير عن لانه هيدا اول ما تعلن الدوله اللبنانيه، وانا متاكد انه من دونها عقباتها مش مفاوضات بعدين اكيد دونها عقبات وبدها شغل والاسرائيلي بدك تنتبه لها لانه طميع الجشع بدك تضل منتبه له اعوذ بالله. ونحن مثل ما قال دولة الرئيس بري ما بدنا زرة فوق حقنا، بس حقنا ما بنتنازل عنه وكل لبنان لازم يكون هيك. كل لبنان ليش بدك تتنازل عن حقك يعني ليش؟
انطلاقا من هون اول ما تعلن دولتك انها دوله نفطيه او غازيه انت منك لوحدك الاستثمار بيجي عليك وبتبلش ترتاح. وهذا السؤال سالتني اياه عن الدولار وعن الازمات اللبنانيه، بتصير انت الدوله المديونه المفلسه بتصير شو؟ سولفابل ببعض الامور، او بصير فيها قادر. بصير فيها ثروات واموال جديده قابله للسرقه، قابله قابله للسرقه، مش هيك؟ نعم. لا محل. انا مش عم كون سلبي، بس مع ان هيك الناس، مع ان المؤمن اذا بيلدغ من الجحر مرتين منستاهل وخي محل السرقين. اذا نحن كشعب لبناني سنلدغ من الجحر 10 مرة و20 مرة نحن مش شعب يعني مزبوط نحن يعني، فاذا بتصور العنوان تبعنا عنوان غير مقبول. وبديش اقوله، ما بدي اقوله اذا سنلدغ من الجحر مرتين. واذا بعد في سياسيين بدهم يختاروا السلطه والمال يعني الداينستي كمان هن مش ناس، يعني حتى اللي قدر يختارها بزمن ما انا برايي يا بيروح على السلطه يا بيروح على المال، بس ما بيروح على اثنين بقى. ومعه حق هاري ترومان الامريكاني العظيم وقت اللي بيقول يو كانت جيت ريتش ان بوليتكس انليس يو كروك، ما فيك تطلع مصاري بالسياسي الا اذا كنت محتال. طب ليش حابين يكونوا اصحاب صفات الاحتيال هن؟ ليش حابين يكونوا محتالين؟ حتى لو مالهم بالحلال خلصنا بقى، كل واحد يروح على شغله، اللي بده يتعاطى الشان العام بده يروح على شغل الشان العام، مش على شغل الشان الخاص قبل الشان العام. انه انا ايه؟ لا مش انا ايه. استاذ اميل، يعني في شخص بكل هالموضوع الترسيم، يعني هلا يمكن بحكم انه بطل هو وزير خارجيه، بس ما كثير انحكى عن الجهود اللي بذلها وقت اللي كان هو وزير خارجيه ب 2017 اللي هو الوزير جبران باسيل. اليوم كيف بتقيم السياسه اللي عم يعتمدها هلا بالفتره الاخيره؟ هيك مثل حاسين انه مثل كانه لو بروفايل بموضوع الحكومه تحديدا. كثير الاداء من شهرين ثلاثه اداء جيد جدا، ثلاث اطلالات الاخيره رائع جدا، بس هذا بيعني انه هذا الاداء الرائع عم نقول عنه رائع لانه كان في اداء قبله الابروش تبعه مش رائعه. كيف يعني؟ في ابروش ما بيقبلها اللبناني حتى لو صحيحه، بدنا ننتبه لها، لانه انت ما فيك تتعامل مع الناس مثل ما انت بدك، بدك تتعامل مع الناس مثل ما هن عايشين، مثل ما هن بيعرفوا. مثلا لبنان لاقيني ولا تطعميني، هاي ما فيك تحكيها مع جبران. وجبران ملفه كامل مش ناقص سنتي، انا عم بقول لك كامل ملفه، وبيلقط ملف لقطه مش طبيعيه، وانا محامي وبعرف شو معنيات لقطه الملف. اوكي، بس شو قصه الابروش؟ الابروش تبعه له، ولا يعني نحن لازم نشوف هو كيف عم يعمل ابروش مثلا، او ابروش كل البقوه اللي هن كلنا على بعضنا. أوكي. مثلا في تكتل كله على بعضه بيعطي اند برودكت. اوكي، هل كله على بعضه تبعنا؟ انا كنت بهالكتله كمان، هل كله على بعضه ما كان ربيح؟ وهيدي أسوأ من انه انت مش عم تعمل غلط وعم تخسر. طيب ليش ما كان ربيح؟ لانه عم بقول لك قلت شنو؟ في السياق الاعلامي مثلا، هلا انت عارف انه الممانعه بلبنان سياق الاعلامي مش ربيح؟ مش حرام؟ اعلاميا مش كتير منيح. السياق الاعلامي مش ربيح، انت عارف السياق الاعلامي الاخرين ربيح وهن مش عم يعملوا شيء؟ مشان هيك بتروح لك الاعلامي ولا وسائلهم الاعلاميه وامكانياتهم؟ عاد كله عاد عاد، ما تشرح لي شو امكانياتهم وكذبهم ووسائلهم مش ربيح اكثر. شو عم بحكي؟ شو ربيح وشو مش ربيح يا جاد؟ انا ما فيني اجي اقول لك انه ربيح شعبيا يعني. ايه، وبالاخر بتروح 5 6 سنين بيجي الحدث بيفرض حاله، بس شو بنكون قطعنا؟ عقد من الزمن. بنكون قطعنا عقد من الزمن للحدث تبعنا النظيف والجيد يفرض حاله. وين شو بيكون مرق؟ شو بيكون مرق يا جاد؟ لازم يكون هلا. ليك ليش المقاومه ربحانه بالاعلام الحربي؟ لانه متوازن بشكل، يعني انا بشوف الاعلام الحربي مثل المقاتل الذي لا يهاب الموت. شو واحد الكاميرا تبعه مثل الام 16 وعم بيعطيك اعلام حربي وعم يعطيك هالقيمه وعم تقوى عسكريا ونفسيا وسياسيا واجتماعيا بوجه عدوك. الاعلام بالعمل السياسي تبع الممانعه متاخر عن ما
القدرات السياسية متأخر جدا، متأخر عن القدرات السياسية لهذا نعم. الفريق يعني. نحن فريقنا متأخر إعلامه، مش 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 ولا بد، أنا عم بقول وكتير متأخر، خليني أقول هاي المش ولا بد يعني عم رتبها متأخر، بده سياق إعلامي آخر، بده إطلالة أخرى، بده ترتيب آخر. بس هيدي مسؤولية مين؟ هيدي إذا سلمنا لحظة عم نسلم قبل إنه هذا الفريق هو فريق واحد بكل معنى الكلمة. لا ولو بس هو هذا الفريق منه واحد. والفريق يعني. الثاني مش فريق واحد. بس واحد أكثر من الفريق الأول. إيه. حسب ما نضيع الناس عم نحكي 14 إدارة السابقة أو 8 إدارة وحلفاء السابقين. أنا بدي ضيع الناس وأنت بتضيعونش. أنت بدك أنا ما بدي ضيع الناس، أنا بس بدي نوصل لهم الصورة مزبوطة. أنا عم بقول لك شو عم نحكي. أنا عم بقول لك لبنان بده هون، نحن بلبنان. مش لبنان مش سمي رسالة البابا، مش ما سمي رسالة انه اكتر من وطن رسالة، مش هيك؟ ما الرسالة لا خصوصية، نحن عارفين انه قفناش نعمل قانون انتخاب مثل قوانين العالم، لانه بتكونش دقائق بتكون قطعت عن خصوصية لبنان وتركيبته ورسالته عطول في مي للبنان. طبيعي، بس هي شو العلاقة بموضوع الاعلام اللي كنا عم نحكي فيه؟ كمان الاعلام يختلف عن الإعلام بالخارج، لأنه لبنان عنده خصوصية بدنا نحترمها، إذا ما احترمناها منخسر حتى لو معنا حق 100%. بدي أنت تفهمني، هلا الناس بعدين بيفهموني شو بدك، الناس عم يفهموني، فهمتني شو بقصد؟ مرات أنا بمثل الناس هون عفيك، مرات الانتقاد البناء لزعيمك بيفيده أكثر من الإطراء في غير محله، الإطراء الطرش يعني، يعني البويا. ما بيفيد البويا، شو البويا يا خيي؟ يا خيي انا نحن اسسنا حزب التضامن، اول ما اسسناه كان نائب الدكتور مارون بستاني عميد كليه الحقوق بالحكمه، هو اقرب انسان الي وانا اقرب انسان له، نحن متخاويين. تعرف شو كنت مسميه؟ مستر نو. انا كنت معجل لاني حابب السياسه وكذا، كان يلقطني ويجمدني، لا هاي لا هاي لا، مستر نو. هل مستر نو هو اعز صديق عندي، بيحبوا كتير الموارنة المستر ياس، شو ما قال بيقولوا له ايه؟ نحن هلا انا بقول لك احزابنا هلا بيقولوا اللبن اسود وبيزقفوا له، حدا بيقدر يقول اللبن اسود مسيحيا هلا؟ ايه مسيحيا، في عنا بس قبل بالموضوع السياسي والاعلامي، يعني في شغله منا كثير واضحه، يعني اليوم تقلك شو؟ اذا في بلبنان مطروح موضوع مثلا سلاح المقاومه، في ناس مع وفي ناس ضد، ان شاء الله اعلام هالجهه بده يطبل ويزمر ليل نهار ليأيد، والجهه المقابله بالعكس مش رح يتغير شيء عمليا، صح او لا؟ فوين الاعلام هون له دوره؟ لانه هو الخلاف صار على امور يعني. بس خليني جاوبك، ترقى الى مستوى الثوابت. تسمح لي جاوبك. مثلا انا وقت رحت على القاهره بدعوه عن سامي شهاب، نعم سامي شهاب يلي وقتها اتهم انه عم يفوت الصواريخ لغزه من قبل حزب الله، كان السيد حسن داعي الجيش المصري لينقلب على حسني مبارك وقت رحت انا. اجى 50 محامي من بعد مرافعتي ليهنوني وقت عملت شهاده وجبت سيره المقاومه شو عم تعمل. يمكن هلا تراجعت، ما هي المساحات الزمنيه تراجعت، يعني صار اكبر زعيم عربي مثلا بال 2000 بال 2006 اكبر زعيم عربي، نعم بال 2008 وبالطالع بلش صحيح الاعلام الفريق الاخر اقوى بكثير، مثلا الاعلام لعب دور حتى كثير عربيا كبير. مش لبنانيا. حتى قام مستر فيلتمان وقال صرفنا هالقد لنضرب له صورته. هلا في حرب بتخليه كل الجوعان بخليه يصرخ على ربه، هلا في حرب اسمها سانكشنز، عقوبات، هاي العقوبات اللبناني كائنا من كان محملها لحزب الله لانك انت موجود ومعك سلاح. نسي انه انا امبارح املي الفرد عن راسي، انبسطت فيه، وصلت على مطعم لاكل، قال لي ايه انت لوحدك فينا نفوتك، بس هو ما فينا نفوته، هو غير مرغوب فيه بالمطعم. انا قلت له ايه بلا ما تفوت وبلا ما تاكل، يعني انا اللي كان بدي اياه من سنه ما عادش بدي اياه هلا، لانه فتنا على المساحه، وهو من سنة أنقذني بشيء أو ساهم بإنقاذي بشيء، وأنا بقول أنقذني حتى ما رخيها، لأني بعرف وأنا ابن بعلبك وبعرف أنقذني. وإذ بعد شوي لا أنا مفروض أقول له لهذا تبع المطعم يا باكل أنا وياه يا بدناش ناكل، لا
اللبنانيين اغلبيتهم عم بيقولوا لانه ما بيطعمينا قبل الفوته على المطعم. شو بس هو مش لازم ينسق معك قبل الفوته على المطعم بتنقيه المطعم اخي؟ شو ما كان لازم يتشاور معك يقول لك في هالمطعم اكلاته طيبين او اكلاته مش طيبين، بتتفقوا بتقرروا تفوتوا يا سوا يا ما بتفوتوا سوا. مزبوط مزبوط، تعملوا ردة فعل سوا ضد صاحب المطعم او ما بتعملوا ردة فعل. شو هو قايل لك اتاكلش الا لحم مشوي؟ شو هالحكي؟ لا هذا مش سؤال، مش بمحل صورة مجازية هيدي. لا 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 مش مزبوط. نحن بالمساحة الزمنية تبع تحرير الجرود من اخطر خطر مرق على لبنان، واكيد اخطر من اسرائيل اكيد. هلا باسرائيل بيزيدوها، مثلا انا ما قلتش اسرائيل، هلا 10 بيقولوا ليش ما قلتش فلسطين المحتلة. هلا الرئيس بري يلي المقاوم الاول حد السيد موسى الصدر الامام المغيب قال اسرائيل. هلا في حدا بده يزيد علي انه ولو ليش عم بتقول يعني بأشور وقصص كله من زايد على بعضنا يقولوا اللي بدهم، لانه هو التعبير كدوله رئيس مجلس نواب بده يقول اسرائيل لبنان واسرائيل وهيئه الامم المتحده وكذا. انا هلا عم بقول لك انه المقاومة مثل ما هي، بغض النظر هلا الوضع اقتصادي بامتياز والمقاومات ما لها دور بالاقتصاد لانها مقاومة. نحن وقت كنا مقاومة بوجه ال 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 الوطن البديل اللي كان عم ينحكى فيه، يمكن بده ينعمل يمكن لا، بس نحن ما بنقبل. ما كنا عم نفكر، كنا عم نفكر كيف بدنا نضل بلبنان وعم نقاتل. هلا المقاومة بالوضع الاقتصادي ايه بتخليك انت تجفل شوي، بس انا وقت اللي هلا هالخطر الداعشي اللي عاد قام هلا رجع يبين لانه الذئاب النائمه بتقوم ساعه اللي بدها، لانه الفكره بعد ما حدا لغاها ما التغت، الفكره بتوعي. ايه وقت اللي صار هذا الموضوع نحن بالمساحه الزمنيه تبعها ما كنا معتبرينها. في حدا قال انتم مقترعين داعش لتعملوا حرب؟ في احد النواب قال لي قال عم تبعثوا هالناس لتقتلون، وانا لا عم ببعثوا بس انه كحلفائنا يعني عم يبعثوا الناس. في سياسيين ومسؤولين اعلاميين باحزاب قالوا باين حزب الله وداعش من نقي داعش. كيف يعني هي؟ كيف؟ واكثر عالم بيعرفوا شو حزب الله، حزب الله في مشكل معه سياسي لحاطينه بالمنظمة انه معتبرينه منظمة ارهابية، بس هني بيعرفوا انه مش ارهابي، لانه مش هي هو الارهاب، هني بيعرفوا انه عم بيمارس مقاومة ابدن شياها. اما الارهاب يلي بيفجر حاله يلي بيقتل العالم، مش يلي بيقول له للمسؤول الامني عنده اذا عقل الهاشم مرته معه ممنوع تدقوا فيه، شو ذنب مرته؟ لاني جاي يدافع ولا حدا باله بالدفاع ولا شيء. نحن هذا وضعنا بلبنان، ما بيجوز هيك، ما بيجوز امبارح انا اكون حدك واليوم انت تتجر مني. بدنا نطول بالنا على بعضنا شوي، ولو في ازمه كبيره ليك عم تنحل شوي شوي، وهن اللي عم يعرفوا يحلوها. مين هن؟ الثنائي الوطني عم يعرف يحل، والرئيس الجامد والجبار عم يعرف يحل، مش مزبوط غيره عم يعرف يحل، مش صحيح غيره عم يعرف يحل بالامور الوطنيه. هلا بالداخل في اخطاء، ايه وين ما كان في اخطاء، مش معقول نوصل لهي النتائج وما يكون في اخطاء، يا مش معقول منا كلنا. وهذا اللي بيجي يقعد عندك هون ويقول لك نحن ما بنغلط وغيرنا بيغلط، هذا ما حدا كوبه، هذا الكوب ما حدا مليان عنده، انا كوبي ناقص. شو هاي يعني كلهم؟ يعني كلهم فت بال لا مش كلهم، يعني كلهم حراميه، مش صحيح مغلطين. انا مش مراقب منيح كنايب، يعني كوبي مش ملان، ما رقبت منيح كنايب، يعني كوبي مش ملان، بس انا فشر حدا يقول عني شيء يتعلق بالاخلاق. انا من عند بي وامي جايه، عندي اخلاقي وغيري 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 وكتار، ومن اللي ضدي مثل من اللي معي. هاي قصه الاخلاق وقصه التشهير يوقفوها بقى الناس. هلا المعركه تبع الناس وتبع الثوره عم بيقولوا كلهم يعني كلهم وعارفين هن ليش، لا لانه هي مشروع لتغيير الطبقه السياسيه، عافيهم الله يوفقهم يكملوا فيها، مجبورين انه الصالح يذهب بوجه الطالع وان الجرف ياخذ كل شيء معه. وهذا الجرف ما طلع الجرف، لو طلع جرف خلصنا من زمان، بس ما طلع الجرف، طلع هيك، طلع هن اللي عم يجرفوا بعضهم، وصلوا لوقت يجرفوا بعضهم لهالدرجه؟
لك من امبارح هاي المدري فيلتمان نسيت مين حكي عن العشرة مليار دولار للتجمعات وللقصص وللهودي. طب خلص حكي عن الدعم الامريكي للان جي اوز والمنظمات يعني هلا فسرت شوي ب انه الدعم للمجموعات اللي عملت الثوره والى اخره، بس هي اللي حرف يعني حسب ما فهمناها انه هيدا الدعم لل روح سأل الاحزاب اذا بدهم يعملوا دعايه لمهرجان شو بيتكلفوا؟ شو هالقدره هاي الاعلاميه وال على الارض مال غنى غير طبيعي بلبنان فيها. شفت لو بيضبوا هالمال والله بيعملوا بدايه بنطلع من الازمه. لا ما بنطلع من الازمه بس بدايه بدل ما تروح على ال ننتقل شوي على الجو المسيحي. اليوم قرينا بالصحف انه كان في مبادره او فكره تنقول من البطريرك الراعي بجمع رؤساء الاحزاب الاساسيه الاربعه على طاوله واحده مثل ما عمل اول ما عمل البطريرك. من الاربعه رؤساء الاحزاب يعني التيار الوطني؟ نعم نعم المسيحيه. لا عم اقول لك البطريرك الراعي ايه طلع بفكره اليوم قرينا بالصحف. انت قلت لي الاحزاب الاساسيه انا على فكرت كل الاحزاب لبنان يعني على الساحه المسيحيه لانه معود يعني عبكركي انا بتشتغل على الساحه المسيحيه. نعم الاربعه يعني التيار الوطني الحر القوات مرده والكتائب قوات كتائب مرده وانه القوات ما قبله. انا مدعوك تضامن لا لانه يعني بدك تشتغل شوي على الحزب. لا ما نحن بنطلع لك فيها. انا رديت على سجعان ازي امبارح قال انه بده يحل الاحزاب وطلبني انا بقول له لسجعان نحل الحزب اليوم نحل لان يعني فاجى الرفض من القوات وابتهموا يعني التيار الوطني الحر والوزير باسيل انه ما التزموا بقصه التفاهم مع رابو الى اخره، فنحن ما فينا نرجع نجتمع نحن وياهم على ذمه الصحف اليوم. هاي الفكره مع حضرتك انه يرجعوا يجتمعوا. هلا اكيد البطريرك منطلق من انه في رؤساء حكومات هونيك وفي ثنائي هون. اي دعوه للبطرك يلبوها بس ما بتكون يعني مثل تجمع طائفي جديد مقابل تجمعين اخرين. اصلا ما عم يعمل بكركي ما بتعمل تجمع طائفي كثير ولا بتبطل. لا هلا اذا نشا هذا الشيء لا لا ما بتتفسر هيك، بس اذا بتقرب وبتخفف لانه مثلا انا مريحتني التفاهم السني السني برتاح وطنيا، التفاهم الشيعي بيريح وطنيا ولو هو عقبه بوجه الديمقراطيه انه بيسكروا طوائفهم. اجمل شيء ايام لبنان هي ايام الكتلويين كان في احزاب عبر للطوائف. يعني كان في عندك هون مثلا كميل شمعون واحمد الاسعد او كامل الاسعد هون وصقب سلام، هون كان في عندك بشاره الخوري مثلا او فؤاد شهاب ورشيد كرامه وصبري حمادي، يعني لازم يكون في من كل الطاقه. هون كان في شارل مالك، هون كان في مثلا فؤاد بطرس او منير ابو فاضل او 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 كتير حلو عدم. بس بما انه لبنان لا يزال تحت شمسية الفورس ماجور القوة القاهرة في بعض المواضيع التي تمر بسلم الاولويات عندك اكثر من عنده، وهي عاملة هالتوافقية اللبنانية اللي هي عدو للديمقراطية. توافق التوافق هو عدو للديمقراطية. اوكي يعني الفكرة بتلاقيها انه منيحة يعني لازم تنبحث. رفض القوات اذا كان صحيح كيف تقرا بصب باي اطار؟ رفض يعني القوات هون رفض القوات موضوع القوات وشو عم بحكي لك شو القوات من شي 6 اشهر او اكثر او من 17 وقبل 17 شوي اعتبر انه العهد عم يتاكل بالمره. قال لك بروح فيها على الاخر بضرب الضربه لقط. اعتبر انه بيقدر يعمل هو الحزب الذي يتزعم الثوره. طلعت الثوره مصره سياسيا على الكلون يعني كلهم مشان هيك ما بيتنزلوش عن الكلون. اعتبر انه يعني منه هو الممثل النيابي للثوره اليوم مثل ما عم بيقولوا القوات، عم بيقولوا نحن ممثلي الثوره بمجلس النواب. هن عم بيقولوا هن القوات. استدعي على هيدا التريبيون كل الجديين بالحراك، وفي جديين وبيفهموا، سالوا اذا طلع واحد بيكون مزبوط، اذا ما طلع ولا واحد بيكون مش مزبوط. اصلا تلقفها الدكتور جعجع وقت اللي طرقوا على راسهم باخر اطلاله. مش هو اخر بكم هو اطلاله صار يحكي انه الكلهم يعني كلهم مش مزبوط. لا لا بس فقد قصه استدراجهم. نعم وعفاه عم يتعاطى سياسي عفاه برافو علي لانه استدراجهم شغله مهمه، بس فقدها طرقهم وقال لهم نحن ام الثوره ونحن بيا ونحن اللي بنعرف نثور ونحن كذا، خلص طرقوا يعني راح على مطرح ثاني وعم يشتغل شغله. بيخطئ وبيصيب عم يشتغل شغله، بس انه يجتمعوا مسيحيا ايه انا معه على اساس ان لا نكون مسيحيين فقط، ان نجتمع مسيحيا ونذهب للاخر. وانا برايي بكركي ما بتعمل الا هيك،
هي انطاكيا وسائر المشرق، منا جوني وسائر كسروان او الماتن او لا. وانا متاكد انه البطرك الراعي هيك ولازم تصير. بس اليوم اذا ما زبط هذا النوع من اللقاءات ما بي ما بنكون امام كيف بدنا نقول تجديد لحاله انعدام التوازن. هلا مزبوط في الرئيس على هون. انا مع الامور تضل هيك. لا انعدام التوازن يعني اذا ما في تجمع مسيحي وفي تجمع شيعي وتجمع سني بنكون قدام واقع يعني عم نرجع لورا. لا انا مش مع باللعب السياسي انعملوا هاو التجمعات، تجمع مسيحي تجمع سني تجمع هيدي خطره. انا مع تفاهم وطني هنا وتفاهم وطني هناك، وبذات الوقت انا مع ان يكون هنالك خصومه سياسيه بين التيار من جهه، التيار والقوات والكتائب من جهه، والتيار والمردة من جهه، لانه بالرغم من كل الصراع الشخصي بين التيار والمردة بس هن بالاستراتيجيه وبالبعد السياسي سوا. انا مع تكون عشرت ما تكون ما يكون في اساس الصراع جراحات اللسان، لانه الغى هذا، واللسان اصعب من السنان، اصعب من الباروده. يعني الحرب الالغاء العسكريه اهين من حرب الالغاء السياسيه، بدنا نوقفها لانه هاي مضره باثنين. حتى لو حدا صاحب حق، يعني انا وياك، انت ابن بوجودي وانا ابن رحمه، اذا بتقاتل انا وياك حتى لو ربحت انت خسران، وانا مش وانا اكلت بعد ما اكلت انت، ما خلصنا بقى، ما اكلت يوم 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 اكل الثور الاسود، ما بدنا نقضيها هيك. حلنا نتعلم، صرنا مارقين بشي 10 مراحل عم ينقلنا هاي، وبنرجع نقع فيها لانه الحقد والكيديه عنا نحن تحديدا اكبر كثير من الخبره، ومن انه ما ضروري نلدغ من الجحر مرات ومرات. بس هن بيشوبوك استاذ امين بغير طريقه، بيشوبوك يعني انه انت عم تاخذهم بمنطق انه المصالحه والتفاهم والى اخره، هن عم بيقولوا نحن متصالحين ومتفاهمين، عم بحكي القوات شو بيقولوا، بس نحن في عنا اعتراض على 1 2 3 4 وعم نطرح البديل. حقه. يعني ما فيك تضلك تجاوبهم انه لا المصالحه انا ما عم جاوب. مش عم اصلا حسب منطلقهم انه مش عم بيعرضوا المصالحه لحقها. جد انا اصلا بيعرف فخامه الرئيس وبيعرفوا كل رفقاتي بالتكتل، انا اعتبرته استعراض معراب مش مصالحه معراب وقتها، ولو قلته وبعده كلامي موجود بنص الرابيه، وقمت عملت مرافعه لانه انا من بشري، انا من داير، لا انا بعرف كيف المصالحات بتكون. هيدي كانت تسكير طريق على سليمان فرنجيه، كانت من هون بدنا لنزيد اللي بدو، يعني بدل ما ناخذ 76 صوت بناخذ 84، هون بنفتح الطريق، هون بنمشي لنكون نحن جوا ما نضل برا. كان في مصلحه كبيره بالموضوع ومش مصالحه، يعني ما شفتش ام شهيد، يعني ما شفت ام احد اهم الشهداء عندنا اكرم الازح او طوني الصغير قاعده مع ام ضابط الرائد فلاني او الرائد فلاني، قاعدين ببازيليك حريصه عم بيقدسوا سوا ويقولوا يلا خلاص والله يرحم اولادنا وكذا. الصلحة لها شروط، ونحن بنفهم بالصلح، يعني شوي عشائريين بهذا الموضوع الصلحي. انا شفت مشروع سياسي بامتياز. هلا النقد، انا بقول لك القوات اللبنانيه بيتلقطوا بالنص، التيار الوطني الحر بيتلقط بالروح، وما في نص بدون روح، ومعهم حق التيار الوطني الحر، لانه انا من وقت ما صار معراب ولا مره شفت وزير بالقوات الا ما معترض على وزير بالتيار، ولا مره شفت وزير بالقوات معترض على وزير من غير التيار. وبدي سلم جدلا هالوزير بالتيار مغلط ولازم وزير القوات يعترض، فاذا حقاني هالوزير القوات، طب ليش مش عم بيشوف الخطا الا بوزير التيار؟ فاذا روح الناس طار كله، ما في اتفاقيه بدون روح يا جاد، الروح هي قبل النص، قبل ما هو مكتوب. يعني تصور انا عامل انا وياك اتفاقيه شراكه، وانت بتروح تبيع لوحدك مش بتبيع بالشركه تبعك، كيف هذا؟ يعني انت قتلت روح المؤسسه التجاريه او الشركه التجاريه اللي انا وياك اياها، قتلت لها روحها حتى لو بالنص نحن شركه. ايه صار في هالمشكل، وانا برايي ما بيقدروا يتفهموا، ما حتى الشباب على الارض ما بيحبوا بعضهم، في كره غير طبيعي لبعضه، كره ما بيخوف. يعني انا وقت اللي كنت قريب من وقت اللي كنت بالتكتل ما فيني اقول لك قديش كانوا مقتنعين اهلي انه انا عامل رزيله لا تغتفر بالقعده حد الجنرال عام. ايه والله العظيم جريمه رزيله
رزيلة جرمية، يعني بنحكم فيها إعدام 6 مرات، إلى أن الله يوجه له الخير الدكتور جعجع رتبني بمعراب، وعاد رتبني ببكركي مع سليمان فرنجي، طلعت مرتاح إني أنا لا خاين ولا شيء باللقاءين إنه بينقعد معهم، مع ما إنه الدكتور جعجع عبطوا للجنرال وشربوا شم، أنا مش شارب شمبانيا ولا مرة، ولا مرة شمبانيا ولا جاتو ولا شيء، قديش قديشني معطر، ما طلع لك شيء، ما طلع لي شيء لا. طيب هلا يعني برأيك إنه بهذا الموضوع ما في أمل؟ لا عن المسيحي، يعني عن اللقاء المسيحي هيدا، يعني هلا موضوع صار ممجوج، يعني نضل نحكي فيه هو ذاته. أنا برأيي لا، بس لأنه لسببين، لا البطرك ديمقراطي كتير ومش رح يفرض عليهم، وهني هني بيعتبروا الوقت مش ظابط، خصوصي عند اللي عم بيعارضوا العهد، لانه معتبرين انه هن بيجوا، يعني هن القوات اللي بيجوا حصان ابيض، معتبرين انه حطينا او اسهمنا بوصول الرئيس ميشيل عون لرئاسه الجمهوريه، صار قاعد يعني مشغول بقضايا البلد والى اخره، ونحن بنهجم على التيار، وبطبيعه الحال في مشاكل كثيره بالبلد رح يحمل مسؤوليته من هو في الحكم، ونحن بنجي بنقطف الموضوع هيك، يعني هي الفكره. ايه. طيب وشو لازم ينعمل بالمقابل؟ اللي عم ينعمل، لانه ليك مش ملاحظ انه في شيء تغير يا جاد؟ بشو؟ رجع شهر لورا كنا مثل هلا؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه الحدث، ببلش تخف من الهولا هولو هو مدري شو، عن التحركات يعني لوحده، لا لانه بالاخر في مطرح بدك توصل له، الانسان حتى لو ضدك للموت يوصل لوقت بيقول يا عمي طب ممنوع تكرار الظلم فالظلم فالظلم. هلا نحن مخطيين؟ لو وصلنا العالم هيك ايه، بس مخطيين بالشكل مش مخطيين بالمضمون، واذا في مضمون مخطيين في عرضنا حالنا، حرام عرضوا حالهم، مستعدين يروح هيدي، يعني مستعدين يخضعوا لاي قاضي، ويكون من وين ما كان يكون هالقاضي يجب الخضوع له، وبيتحاكم اللي بيتحاكم، ما بديش سمي مين هلا بالحبس، في بيتحاكم، اللي بيكون يمين بيكون شمال بيتحاكم، ما فيك تفوت عن نفق القضائي، ما فيك تقول انا بدي القضاء يشتغل شغله. امبارح حضرت محل وانتقدوا انه اكبر جريمه قصه التشكيلات القضائيه، انه ما مدري وين كانت، يا اخي ما يغلطوا، لازم ينمضوا التشكيلات القضائيه، انا بقول بس مش يعني انه اذا انمضوا او ما انمضوا انه القضاء بيشتغلش، لك القاضي موجود مين ما كان يكون، ومش مزبوط هيدي الكلمه انه بخصوص التشكيلات القضائيه يلي انا معها، بس مش مزبوط انه اذا اجى جاد بدل ايميل يعني صار يعني، فاذا التشكيلات القضائيه تقضي بانه في قضاة ما بيسوا، وعملنا تشكيلات جبنا قضاة منيح، شحطوا ما بيسوا وجيبوا المنيح، هذا التعبير ينتبهوا له اللي مش عاملين قانون، ما هلا القاضي قاضي باقي قاضي، والقاضي مش هين، لك حتى لو مرتبط سياسيا النفق القضائي حتى ما بيسترجيش يطلع منه، هو القاضي ما بيسترجيش يطلع منه، مش معقول مدعي عام بزيدها تخلص ب 48 ساعه ب 24 ساعه بيروح لعنده قاضي بده يظن، بزيدها يومين ثلاثه ما بيقدر يكمل، بتجي هيئه اتهاميه ثلاثه بيضربوها ما بتقدر، وهلا هالعجاله في لبنان وهالجا بيقضي انه نحن نطول بالنا كمان، طول بالنا، مش ما بقبل امسوا الامام القاضي، شو ما بقبل عم جاك شيراك كان اهم شيء يروح لعند القاضي، لك هلا الدوله العدو اللي بنضحك عليها بينزل رئيس حكومتها بلحظه هذا السيء الذكر بينزل بيقف قدام القاضي، فينوغراد قاضي قال لدولته كلها انت بال 2006 كنت عاطله بالمره ما بتعرفي تعملي شيء، شوف نحن عنا قضاة قديما، انا مره كنت عند الشيخ كميل جعجع عم يحكي معه وزير، قال له يا معالي الوزير هيدي ما بتصير، كرر له قال له قلت لك ما بتصير وطبش السماعه ما في، وانا يا ريت بيجي شي قاضي يقول له انا ما بحكي شي لينطبش السماعه بوجهي، بقول له اذا ملفك بحكي مع القاضي وبقول له هذا بحبه اذا فينا نسرع، واذا الملف بيساعد ما بقدر احكي مع القاضي غير هيك، وبعتبر هاي مش منيحه بحق لاني تلفنت للقاضي. نعم خلينا نختم بموضوع الحكومة، كنا بلشنا فيه بس ما وفيناه حقه مثل ما لازم، اليوم في 3 أسامي رجعوا صاروا مطروحين، هلا اوكي الرئيس الحريري، الرئيس مئاتي لأنه طرح المبادرة للدمج بين التبعين هيني مبادرتها والسياسيين، وفي كمان محمد بعصيري يلي شفناه فجأة
شفنا محمد بعصيري هلا في هيك انا مني كان عند الرئيس بري امبارح، واليوم انا قريت بصحيفه نداء الوطن عاملين تفسير انه قد يكون قد مؤشر. بلش لنا بمئاته اللي عمله انه قرب فشخه لقدام، يعني انه عمل ايه لقدام. فيها فشخه لقدام، وانه قضيه الست وزراء دولة يكونوا سياسيه. انا بقول الحكومه بالجمهوريه الاولى معه حق المغفور له رشيد كرامي يقول ممنوع الوزير ما يكون سياسي، سياسي كله من اوله لاخره. كب الحري بدستور الطائف بده يصير سوبر سياسي مش سياسي، وهاي قضية سوبر سياسي أو سوبر مسمى من قبل سياسي. سياسي 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 شخصية سياسية يعني يعني لا قصدي يعني أنه هو بده يكون سياسي أو يكون أنه يمثل جهة سياسية. حتى لو مثل أنا قضية الجهة السياسية ما بقى خايف منها. هيدا الطرح تبع المنظومة كذا ما بقى يعني ما بقى حدا بده ينتحر، يعني ما في دواعش بالمنظومة اللي رافضها الناس. لو في دواعش بفهم، يعني مزنرين وبيفجروا حالهم سياسيا بفهم، ما في. وانا بقول لك فتنا بمرحله ما بقى حدا يقدر يختار السلطه والمال، ما بقى حدا ابدا. واللي طلع الحمار على الميدني بينزله احسن. شو احسن؟ لازم تكون الحكومه سوبر سي، وانا بتمنى تكون اقطاب، مثل بازمه ما بعد لوزان فاتوا العشر اقطاب وريحوا، يجي هلا اقطاب يعني يكونوا هن السته مثلا بحكومه 14 حكومة. لا بحكومه 14 يعني مثلا الموارنه الثلاثه الكبار الثلاثه هن بدهم يقعدوا يمضوا معاملات بالوزارات وكذا لا مش ضروري يمضوا معاملات بالوزارات، عندهم المدير العام وعندهم المستشار. شيخ بيير ما كانش يمضي، بس كان يقول لهم اللي بيمرق لي ورقه فيها ليره رايحه على جنب بصل له راسه للي قاعد حده، وكان ياخذ موقف. وكمين شمعون بوزاره الماليه ما خلى المسؤول المالي بالاحرار اللي بيفهم يمرق له ورقه غلط. ورشيد كرامي اللي كان اسمه حارس الخزينة مين بدي اقول لك، وسليم الحص اللي كان اسمه ضمير لبنان، وعن الدروز وليد جنبلاط ونبيه بري وعادل عسيران وجوزيف سكيف من زحلة اللي هي ام العاصمة عاصمة الكتلكة. ما بقى عنا لا روم ولا كويتلي ولا ما بقى عنا شيء بلبنان، ما عنا شيء. تنبقى موضوع الحكومة هيدي قصة طرح رئيس مئاتي. فكرة عودة الرئيس الحريري طويت برأيك من بعد إعلاناته المتكررة والموقف السعودي المعروف وإلى آخره؟ يعني مش عم بقدر متراجعة كثير، مش عم بعرف، بس اللي بعرفه إنه إذا بدنا نحكي بحكومة سياسية وأقطاب يعني رئيسها لازم يكون سعد الحريري هو القطب الأول. هاي أقطاب مش عم بس هلا ما حدا عم يحكي أقطاب. أنا بقول ما رح يمشوا فيها، لنشوف ما بعرف ما رح يمشوا بحكومة شو أقطاب. أقطاب لا، وحكومة سياسية 100% كمان ماني شايف، يعني اخر شيء الحل حل وسط انه هاو الاصلاحات. يعني ما بيعرفش رجل سياسي ما بيعرف يمشي فيهم، انه صعب كثير علي يمشي فيهم. بلا بيعرف، بس بالاخر لما يكون في طرفين كثير بعيد عن بعض، واحد عم بيقول بدي هن تقنيه 100% وبعيد عن الاحزاب والى اخره، وواحد عم بيقول بدي اياها سياسيه 100%. يا اخي ما عملنا ما ظلمنا لا يعني ما قرر يعمل شو حسان دياب مش تكنو شو سياسي يعني شو هو رئيس حزب الأمة العربية؟ هو مش تكنو بس هو سياسي بذات الوقت. وين سياسي؟ شو سياسي؟ حسان دياب مش سياسي؟ سياسي شو؟ ما كان في وزراء للمردة، وزراء للحزب الله، وزراء للأمل بالحكومة؟ عم بحكي عن شخصه، إيه كان في؟ لا أوكي بس الرئيس حسان دياب بالآخر هو مع سلاح المقاومة أو ضده. والتركيب السياسي اللي عطلته. بس هو مش مع سلاح المقاومة؟ بلا. أوكي. خلص مش تقلي تقريبا بلا مش معها هيك يعني بالمطلق لا بس انه مايل لهالميل اكثر من هذيك انه هذا المشوار اللي امناه لهون ما بنتخلى عنه ببلاش كرمال سود عيون البرا، بناخذ اللي املنا اياه وبناخذ منه انتصا. هلا 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 بالروحه على رسم الحدود وبدخول شنكر بكره ب 14 شهر ليقول له للاسرائيلي انه انت هون ومش هون تبعا للقوانين، هي شغله انتصار. هذا عم بقول لك نحن بمعاهدة الهدنة، ما نحن دولتين دولة عدوة بتصير، هذا اتفاق الإطار بيصير لأنه تقنيا في جيش من 96 نحن. وانتبه، وأنا مرة سئلت قال أهم إنجاز لرفيق الحريري شو كان؟ شو بيقولوا جماعته؟ تفاهم نيسان. لا هن بيقولوا جماعته العمران. بتقول أنت تفاهم نيسان. أنا بقول تفاهم نيسان، شغلي تفاهم نيسان. تصور ال 1701 طلع مثل تفاهم نيسان، ومين ورا تفاهم نيسان الأساسي؟ الرئيس رفيق الحريري. نعم. طب وهلا عم وقتنا انتهى.
لا بعد عندك شيء كمل الفكرة. لا لا شو لانه استاذ حبيب يونس نطرنا وما بنحب حبيب هلا البروجرام تبعه برنامج نقطة فاصلة. سلم لي علي بحبه كثير. شكرا لك استاذ امين. ممنون وسهلا فيك. ممنون مشاهدينا، هون بنوصل لختام حلقتنا وبننتقل للاستاذ حبيب يونس وحلقة جديدة.